السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صباح النور الخوت، صباح جميل هذا باذن الله. صباح النور بخير عليكم، كل شيء مزيان، الاحوال ما كاين ما يشوش، الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم ان شاء الله الخوت باذن الله، اليوم الثلاثاء 25 ماشي، شوفوا 25 على ما اظن. الحميمات راه لاقيناهم البارح، خليتهم لاقين 26 اليوم، هذه 8:47 دقيقة، هذه 8:48 دقيقة الخوت. اليوم 26 في الشهر، اليوم مغدي الثلاثاء. كيف قلنا الخوت، انا قلب الشاشة وانا معكم الله يرحم الوالدين، باش من هنا واحد شي شو غادي نوكلوا الحمام نقلب الشاشة وانا معكم. الخوت كيف كتلاحظوا بالنسبة للمنفوخة، هي طارت دخلات المنفوخة الخوت، راه برات 100% باذن الله. الحميمات راه خليناهم لاقيين، اللي بغى يدخل عند هنا يدخل عند هنا، وتل المغربه الخوت وسدينا عليهم. علاش سدينا عليهم؟ باش ما يباتوش ليا هنا في الكولوار على وداد الماء ديال الشتا، تيكون الماء فيه حاجه كون فيه البزق وهادي وهادي، يعني داكشي مكرفس، هادشي اللي كاين، تيكون داكشي مكرفس، ما بغيناهمش يتكرفسوا ويقدروا عاوتاني يطلعوا ليا في الصباح. كتكون الشتي وسط تصبان نتوما الغيت غادي يفزقوا، حنا ما بغيناهمش يفزقوا، لان اليوم دابا ان شاء الله واحد شويه غادي نجمعوا، واحد الساعه ولا ساعه ونص غادي نجمعوا الحميمات ديال قداش كيقولوا لها ديال السماره باذن الله. وبالنسبه للخوت للسباق على ما يقال والله اعلم، راه غادي يدوز ساهل برداوي. ما هو برداوي؟ يعني الريح راه معاون الحمام 100%، كيف قلنا الريح راه معاون الحمام 100%، راه نقدروا نصيفطوا الحمام ديال الدومي فون ويدخل، الحمام ديال الدومي فون الخوت، ويقدر يدخل الله اعلم، وتنقولوا الله اعلم ان شاء الله يدخل على ما يقال بان الرياح راه معاونه الحمام 100%، والحمد لله. كيف كتلاحظوا الخوت، الشخيم راه بان ليا كندبر على راسو، الشخم راه هو الفوق، راه نتولي دبر عليها، هي هذيك، هي ديك الطوبيه، راه شفتو تلاقى هو وياه، راه حطيت لي طويجين الخوت تماك، حطيت لي طويجين تماك. وكيف قلنا المطلق راه غادي يدوز ساهل، اللي ما عمرو ديك لا راس السماره غادي يدخلها ان شاء الله يوم الخميس او لي الجمعه، اللي ما عمرو ديك لا راس السماره غادي تدخل على ما يقال. حنا تنقولوا على ما يقال. دابا الخوت الحميمات، هاي المنفوخه الخوت، المنفوخه هي هذه، الحمد لله راه تفشات زيانت، ما بقى فيها حتى شي ديفو، ثلاث ايام الخوت ديال الشجنه ما فيها حتى شي ديفو والحمد لله، الحمد لله. انا الحمد لله. يلا خوت خليكم معنا، غادي نقسموا الحميمات، نعزلوا الذكور على الاناث، نعزلوا الذكور على الاناث، وغادي نشوف الحمام اللي مرشح الخوت ان شاء الله. الحمام اللي مرشح للسماره هو اللي غادي نخرجوا نعطيه ياكل، لا من الذكور ولا من الاناث. الحمام اللي مرشح للسماره هو اللي غادي ندخلوا، اللي غادي نعطيه ياكل دابا. والماكله راه غادي نعطيهم الخوت غير كزاير. البارح اللي عطيناهم السبور عطيناهم الزويته، البارح عطيناهم السبور عطيناهم الزويته مع الرودوسون، وفي العشيه عطيناهم بروباك انرجي، عطيناهم في العشيه البروباك انرجي. راه نتولي دبر على الشخميه هذه اللي فوق التقليزه، راه كاين اللي راه بغى يدخل الطاجين وما عرفش كيفاش يدير، كيف قلنا راه باغي يدخل الطاجين وما عرفش كيفاش يدير. ها كاين اللي شو الخوت، راه كاين اللي راه ترجل، راه بدا كيهيج بعدا الحمد لله، لانه راه باقي ما نطيح الخوت تاسيف، داك الشخم باقي ما نطيح تاسيف، ونتمناو الخير هذا ما كان. يلا الخوت من بعد هالماكله اللي غادي نعطيو للحمام، الخوت اللي غيمشي للسماره فقط، غير الحمام اللي غيمشي للسماره، الماكله اللي غادي نعطيو، هذا هو الاكل اللي غادي نعطيو للحمام اللي غيمشي للسماره باذن الله. وغادي نهبط بحالي الخوت نعس بما يجي عندي الاخ الهواري مصطفى، وهو غادي يمشي انا وياه باذن الله. هذا ما كان، يلا والله يرحم لكم الوالدين، وكيف العاده لا تقطعوا ولا تستقطعوا. انا الخوت لومبيونس، حنا غادي نفرقوهم دابا، غادي نحرموهم من بعضياتهم. دخل 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 دخل. دابا حنا الخوت فرقنا الذكور على الاناث، علاش؟ غير على ود الاكل نيت باش ياكلوا الخوت، لان الا بقينا ملاقينهم ما غياكلوش، الحمد لله ما كياكلوا، راه عطيتهم الكازاير، غادي نعطيهم بجوج كازاير، لا الذكور ولا الاناث باذن الله، وغنتوكلوا على الله وغادي نغامروا باذن الله. كيقول لك غامر ولا غادر، فهمتيني؟
بنادم ما خصوش يتخلع على الخوت بما ياكلوا الذكوره، غادي نعطيو النتيوات ياكلوا، غادي نعطيو امها ديالهم عاديه باذن الله، ياكلوا امها عاديه، واحد جوج ذكوره كيتجاراو الخوت. هذاك راه ولد هذا، هاد الدفلي اللي جاي راه ولدو كيتابعو، راه الطوبي ولد الدفلي، ولكن ماشي من صلبو غير موكلو، حطيت ليه البيض ووكلو. حنزه هادو كيبداو يترعدو عليا، كيف قلنا الخوت من بعد ما غياكلو غندخلو لهم كل الاخر غندخلو لهم علفه، لان غدا عندنا جمع الحمام ديال تمنار باذن الله. وكيف كتعرفوا هاد الاجواء هادي راها مبرده، الاجواء الخوت راها مبرده، وغادي يكون غادي يدخل الحمام يدير واحد التوقيت خيالي، يعني الحمام غادي يجي غايجي سريع لان الريح غادي يكون معاونه باذن الله. هذا ما كانوا نتمنوا الخير، نتمنوا ما تضيع لينا حتى بياسه الخوت، كل شيء يجي باذن الله، هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله. من بعد ما غياكلوا غنهبط بحال الناس حتى يجي عندي الاخ مصطفى حوالي ديك 11 ولا هذا، وغادي نشارك معكم الحميمات الخوت هذا اللي كيهشتو اللي كيهج فوق الباب. غادي يمشي للسمار هذا راس الطن، هذا غادي يمشي للسمار، ما عنده علاش يجلس هنايا ان شاء الله. والله المستعان، نتمناو الخير، هذا ما كان نوي الخير كيجيب الله عز وجل الخير. وشو سبحان الله العظيم، الخوت رمضان سبحان الله 15 يوم ديال رمضان هي دغيا طارت، النص ديال رمضان، غير داك النهار كان رمضان، غير داك النهار كان رمضان، دابا هو النص في رمضان هو دغيا داز، سبحان الله، النص في رمضان الخوت دغيا داز. الحمام الكبير ما نعقلش عليه الخوت، إن شاء الله الحمام الكبير ما نعقلش عليه، إن شاء الله، وإن شاء الله يكون خير، هذا ما كنتمناو الخير. بما ياكلوا الخوت غندخلهم، غنديروا لهم الشريريبة ديالهم راهي عمرت لهم بالمفرش، وكذلك الإناث غادي ياكلوا. ونعمر لهم الشريريبه ديالهم، غنهبط بحال الناس حتى الجويه كوك ديك 11 ونص باذن الله. وغادي نشارك معكم الحميمات اللي غادي نهزوا للعيون، السماره، السماره والعيون راه بحال تقريبا، راه العيون قال لك كدوز سهل من السماره الخوت، السباق ديال السماره راه كيدوز قصح من العيون، العيون كيكون ساحلي على ما قالوا، والسماره بحال شي حفره على ما كيقولوا، صعيب الحمام يخرج منها، والله اعلم، انا كنقولوا والله اعلم. الحمد لله دخلنا العيون، دخلنا بكرة، دخلنا السمارة حتى هي بالدبلوم اخوت، الحمد لله حنا كيف كنقولوا غير مولعين. شو الذكورة فين تسمروا لي ليها، كيبغيو يدخلوا عند الإناث وبلا فايدة، انتوما شو كيبغيو يدخلوا عند الإناث، ومنين تلقاو مال الخوت في السباق كيتموا جايين بشوية. إيه والله المستعان، نتمناو الخير، يلا والله يرحم لكم الوالدين. على بركة الله الخوت، دابا نخرجوا الإناث إن شاء الله، راه فيهم الجوع باغيين ياكلوا. دخل 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 دخل، غنمشي نجيب لهم الخوت واحد الشرابة ديالهم، غنغسلها ونعطيهم الما فريش حتى هما، وغادي نهبط بحالي إن شاء الله، وغادي ندخل لهم الخوت المعيلفات، راه ما غاديش المعيلفات، راه ما غاديش نخليهم تماك المعيلفات، غندخل معيلفة عند الذكور ومعيلفة عند الإناث، باش اللي بغات تاكل اللي فيها الجوع دوز تاكل كيف العادة. ما نحرمهمش الخوت من الاكل، الرياح الخوت راه قويه تبارك الله، الرياح قويه وكل الامطار باذن الله. والحمد لله الخوت الله يعطيه على قد النفع، هذا العام هذا راه زين، نتمناو غير من الناس من الفلاحه وسير وسير ينقصوا لنا في الاثمنه الخوت ديال الخضار والاثمنه ديال الحبوب ديال الحمام والحبوب ديال البنادم وكاع داكشي هذا، كنتمنوا انهم ينقصوا لنا الاثمنه باذن الله، نتمنوا انهم ينقصوا الاثمنه ويكون هذا العام، هذا العام زين الخوت، هذا العام راه ماشي بحال العام اللي فات وماشي بحال العام اللي قبل منه، يعني هذا العام هذا الحمد لله كاين الخير، كيف قلنا امطار الخير والغيث، اعطانا الله الغيث، نتمنوا ان دوك الناس يرعفوا بينا الخوت، راه كلشي ولا غالي والله العظيم، لا كلشي غالي كيف قلنا الخوت، راه كلشي غالي، نتمناو ان كلشي يرخص وبنادم يعيش وصافي، عيش عيش وربي الريش ويخليونا نربيو الريش باذن الله. والله العظيم الى 500 درهم نقدر نقول لك 3 ايام، انا بعدا عندي انا 3 ايام 3 ايام 500 درهم مشات، قسما بالله في هذا الافاد في هذا رمضان هذا، عطيت المرأة 300 درهم مشات، 500 درهم والله العظيم الى 500 وانا صايم، 500 درهم في 3 ايام مشات، قالت لك ما بقى منا والو، يلا وعيش انت وعيش وربي الريش، غتبقى ديما مقزب، يلا دخلوا كلوا كلوا الله يرضي عليكم.
حنا نتسناو الخوت. شوف 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 الريح كي كيدوك. شوف تبارك الله الريح مجهد 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 بزاف الخوت. الحمد لله الحمد لله. وبالنسبه لغدا الخوت راه ما كاينش الريح ان شاء الله. غدا غدا والخميس بالاخص الخميس انا نوريكم النشره الجويه المرتقبه باذن الله. هذا كنقول لك المرتقبه، اما راه كلشي ديال الله، الله عز وجل اللي كيحكم. كيف قلنا ربي هو اللي كيحكم الخوت. بالنسبه انا الخوت بالنسبه لغدا ميغ خودي كاين الريح. هو هذا الريح، شتو هو هذا ميغ خودي كاين الريح. وانما نهار 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 جودي الخوت، نهار جودي راه كاينه ان شاء الله الشميشه، راه ما كاينش الريح، راه كاين الشميشه باذن الله. الامطار 4% يعني ما كاين والو في الامطار. شوفوا اليوم، اليوم راه 100%، وغدا ان شاء الله كاين الريح. غدا 17% ديال الامطار، ونهار الخميس 4% راه ما كايناش الشتاء ان شاء الله باذن الله على ما يقال. وانما الايام المقبله راه كاين الامطار باذن الله. ثلاث ايام ثلاث ايام هذه عندك الجمعه والسبت والحد راه كاين الامطار الخير باذن الله، ونتمناو الخير هذا ما كان. حنا كنتسناو الخوت نتيوات البدعيه، والو كتقاتل الشيا كتقاتل الخوت باغا تدخل عند الذكوره. البدعيه ولفات ليا الذكوره حيت راه اللي ولفتيها انت. شوف هذه ها البدعيه، ردوا ليها البال، ردوا ليها البال. شوف كي دايره، والو باغا تدخل وصافي. شوف الاخرين كيدابزوا ليا لهي، خليهم يدابزوا، هي باغا تدخل وصافي. البدعيه باغا تدخل وصافي، وانما ما غندخلهاش. الله يجعل البركه الخوت. ان شاء الله غادي نحاولوا نهزوا الحميمات مع ال11. الاناث بانوا لي تقريبا كلاو، كيف قلنا بانوا لي الاناث نتيوات الخوت بانوا لي كلاو. الله يجعل البركه. دابا شنو غندير الخوت؟ غندخل معيلفه الاناث ومعيلفه للذكور، وغادي نهبط بحالي باش يلا يرتاحوا. دابا راه الذكور ما كيهيجوا حيت باتوا معاهم نتاوي البارح، راه بغاو يتسطاو. كذلك النتيوات هما راه بغاو يتسطاو. شوف فين مصمرين، هادو كلهم مصمرين باغيين يدخلوا عند الذكوره الخوت، سامرين على الذكوره كاملين. ها الاخرى ها انتوما كاملين سامرين على الذكوره باذن الله. وانما راه ما غندخلهمش، وسبحان الله العظيم فيهم تماك اربعه كبار غادي يمشيو للسماره باذن الله. ها هما ثلاثه ثلاثه الوسطانيين غيمشيو للسماره، هذوك ثلاثه ما نهضروش عليهم. يلا. وبالنسبه للخوت للسحميره كانت هما جوج تزادحوا جوج تساطحوا الخوت. بالنسبه للسحميره كنت باغي نصيفطوا للسماره، وقلت مازال الخوت مطلق باقي، يقول ميمو باقا طنطان، نحاول عليه هذا العام، هذا نحاول عليه ما نصيفطوش للسماره. السماره غادي نصيفط لها غير الشوكيه، هي اللي غادي نصيفط لها ان شاء الله. نصيفط الشوكيه، وهو بالنسبه لي هو ينخليه حتى العام الجاي الا بقى الا طول معنا. يلا الخوت تحياتي لكم، الله يرحم الوالدين. ندخلوا دابا الحميمات، وكل انا نوريكم شنو غندير. انا ندخل الحميمات وانا معكم بما ياكلوا هادو. ما ماشي مشكله الخوت، ماشي مشكل، اي ياكلوا لداخل. الخوت كيف وعدتكم حنا دخلنا معيلفه لهنا، اللي بغات تاكل غادي تاكل ان شاء الله. دخلنا اليوم معيلفه، المويه عاديه، الذكور هما هادو الذكور ان شاء الله. كانتوما نتيوات راهم دابا كياكلوا الخوت. شو فاش دخلت لهم المعيلفه لداخل، ها انتوما راهم كياكلوا، راهم تجمعوا الماكله. منين دخلت لهم المعيلفه انتوما الخوت، دخلت لهم المعيلفه وما كياكلوا. علاش؟ لانهم هنا كانوا مبلبلين الخوت مع الذكوره، الذكوره داو لهم العقل ديالهم. فاش كانوا على برا هنا في الكولوار كانوا الذكوره داو لهم العقل ديالهم، ما خلاهمش يفكروا في الماكله. ديك الساعه شنو كتبان لهم؟ غير الشجنه يدخلوا ليها عند الذكوره. دابا ان شاء الله صافي غادي يهتموا بالاكل ديالهم، وغادي ياكلوا ويشربوا ان شاء الله، وغادي يرتاحوا. نمشي الخوت انا نرتاح، نعس ليا واحد الساعه ولا ساعه ونص ان شاء الله، وعاد من بعد يجي عندي الاخ مصطفى يصوني عليا، ونطلع نجمع معكم الحميمات، لان دفعه واحده اللي غادي نهزو ما غاديش نهزو بزاف. هذا ما كان. يلا الله يرحم لكم الوالدين. يلا الخوت تنطلقوا ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله. خوت بسم الله على بركه الله. يلا صنع لنا الاخ الهواري مصطفى. انا شوفوا شوفوا الخوت شحال في الساعه، شحال 11 ونص. دابا نجمعوا الخوت الحميمات باذن الله. الحمامات اللي غادي يمشيو غادي نوريكم دابا باذن الله. نشوفوا شحال من ذكر غادي يمشي، اللي بان لي غنهزو. بسم الله على بركه الله. الماكله راه كلاو الحمد لله. اول ذكر الخوت ها هو، غنشوفوا ها هو اول ذكر باك احمر. خليه بسم الله
ثاني ذكر، هذا اول ذكر بسم الله. هو الثاني الخوت دفلي حميمة الضعاف عندي، ثاني ذكر بسم الله على بركة الله. الثالث هو واحد دفلي، ها هو شو هو ها هو القطشو، هذا هو الثالث، ها هو دفلي الخوت، هذا هو اللي كان كيتجارى مع ولده، هذا هو ثلاثة. ذكر الثالث، ذكر الثالث، الذكر الثالث، هذا هو الذكر الرابع. ها هو شوف شكرا ندير ليه، شوف الخوت كي غندير ليه، ها هو شوف، ها هو خواف، ها هو القطشو، هذا 2021 الخوت، هذا غير جاي، غادي نعرفو واش ديال المسافة. هو 2021 الباك زرق، عقلو عليه 2021. هنايا شحال دابا هنا؟ جوج ربعة، جوج ربعة، ربعة الدوكور باقي لينا، باقي لينا أربعة ديال الدوكور، باقي لينا الخوت إن شاء الله ذكر آخر. بلاتي نزو الخوت، نزو ولدي الآخر، نزو ولا لا؟ ها نغامرو بيه، أجهر ليكم ولد الأردن، ها هو كيشوف فيا، نهزوه سير يتهز هنا أربعة، ها هو ولد الأردن يتهز، ها هو خمسة، عقلوا عليه الخوت، ها هو هو هذا 41 في الاخر، ها هو خمسة. شوف هنا احمد دابا كيتخربق، باقي لينا ذكر اللي يمكن، ها هو هنا ذكر، هو ستة، باقي ذكور الخوت بيقان حمر. خليكم معنا الله يرحم الوالدين. الحمد لله هاد ذكور الخوت اللي هزينا، حنا غادي نجمعوا الاناث، شحال من ذكر عندنا؟ ثلاثة وثلاثة ستة، سبعة، سبعة الخوت، سبعة ديال الذكور، سبعة ديال الذكور، غندخلوا نهزوا بعض الاناث، سبعة ديال الذكور بإذن الله. أول أنثى الخوت هي هذيك النتوة اللي قلت لكم، ها هي بإذن الله، هذه أول أنثى بلاتي 2021، عقلوا عليها. ها بشوية عليكم، ها هي الخوت 2021، هذه ديال ناس في الطاولة الخوت، عقلوا عليها 11 في الاخر، ديال ناس في الطاولة، ان شاء الله غادا تجي واحد الله. ها هي الأنثى الثانية، خليكم معنا نجمع الإناث وأنا نخوت، الله يجعل البركة بإذن الله. الشوكية راه ما ديناها، الشوكية نخليوها المسافة الجاية ولا نديوها، إلا دينا خصنا نقصو حمامة. ها قلت لي يا بنتي بلا ما دي الشوكية، نخليو الشوكية الخوت لطانطان والمطيرقات جايين. دينا هنايا ستة ديال خمسة، ثلاثة أربعة خمسة، خمسة ديال النتيوات الخوت، خمسة ديال النتيوات، وشحال من ذكر؟ وسبعة ديال الذكوره بإذن الله. الجوكر هو داك السيوفا، بغيت نشوفو الخوت شنو غادي يدير. كيف قلنا راه الجو ساهل ولله الحمد، ونتمناو الخير والله يرحم لكم الوالدين. يلا الخوت نتلاقاو في الهيها في الرباط ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. الخوت حنا دابا كنتواجدوا في دار الشباب مدينه الرباط، عمليات خوتمه الحمام، الحميمات ديالو اليوم اللي كيدوزوا دابا، انت ان شاء الله نتمناو الخير. راه هو البيجون الخوت تهز، البيجون اخي مصطفى، البيجون الخوت اللي غامرنا به البدعيه وتهز، تمناو فيه الخير يا ربي. الحمام كيتكاشى كيف كتلاحظوا، الناس المكسب ديال السلاويه، وعفو الله يرحم الوالدين، الاخ عفو اللي تيقوم بالعمليه. وهذوك الذكوره ياك صافي باش ما يغلطوش. زكريا، زكريا تحياتي، ما غاتسمعش، الله يحفظك يا ربي من قال مربوحه ان شاء الله باذن الله. انا الخوت كيف كتلاحظوا الامور هذا طيبه الحمد لله. فيصل الله يحفظك، الله يسخر، الله يسخر الجميع. كيف كتلاحظوا الحميمات الخوت هما كلشي على ما يرام،
ومعنا البطل مصطفى الهواري ناخذ ضروري الكلمه ديالو، شوف الراي ديالو في هذا المطلق واش برداوي ولا انا كنقول برداوي. والله اعلم. السلام عليكم، فين اخي جمال؟ هاني كلشي بخير. تحياتي للاخوان عشاق الكرونفو. واش نقول لك؟ ما كاين لا الصحراء ما فيها لا برداوي لا صهداوي، ديما الصحراء كتبقى صحراء، هادشي اللي كاين اخي جمال. وتحياتي بالنسبه للتنظيم، احسن تنظيم ديال الناس ديال الفيديرا كلهم خدامين، وكيبان لي اجواء راه زوينه الحمد لله. هادشي اللي كاين اخويا جمال، الله يسخر لك انت اخي جمال. اللهم امين. الخوت الحميمه هما تبارك الله هما دازوا الحمد لله، دابا غادي يعطونا الكونستاتور ديالنا ان شاء الله وغادي نتحركوا في حالنا. وتحيه للخوت كاع اللي تيقوموا على هاد السباق باذن الله. نتمناو الخير، هذا ما كان حنا كنواو الخير، نوي الخير يجيب الله الخير. الاخ فالنسيا هو على الشاشه تا هو، يا تحيه ليه. انا خي فالنسيا تحياتي بخير عليك، كلشي مزيان الله يحفظك. ونتمناو الخير، نتمناو الخير الخوت ان شاء الله. نشدو دابا الرحال، يلا الله المستعان. الخوت كيف كتلاحظوا واحد القضيه بالنسبه هذه واحد المنظور بالنسبه للبوانيات، الا لاحظنا الخوت البوانيات راه تقريبا شويه عاليين، ماشي بحال دوك الحمر اللي كنديرو. انا راه الحمام غادي يمشي مهوي ان شاء الله، يمشي منفس باذن الله. نتمناو اليوم، نتمناو الخير، نتمناو الخير في هذا المطلق هذا، في هذا السباق هذا الشيق. شي تيقول الخوت بان السباق راه غادي يكون قاصح، حنا قلنا ساهل، حنا غامرنا الخوت كيف قلنا. الجواكر ديالنا هو البدعي ان شاء الله، وديك الطوبيه ديال الدوميفون، ونتمناو الخير. بالنسبه للحميمات راه دوزناهم، راه الامور دازت طيبه ولله الحمد. هذا هو المقر ديال مدينه الرباط. وتحيه للموالي كاع اللي كاين هنا، والله يسخر الجميع ان شاء الله، الله يسخر الجميع ان شاء الله. يلا الخوت، الله يرحم الوالدين، وبغيت نقول لكم الله يرضى عليكم، والله يرضى عليكم نسب الصح. يلا تحياتي. تبارك الله الخوت، راه كاين العدد ديال الحمام، راه اللهم بارك لا شفنا انتم غسنيت قطره عامرين تماك، راه كاين العدد، غير كاين بعض الاخوان خايفين وصافي. كيف قلنا راه كاين العدد ديال الحمام، اللهم بارك، الله يسخر الجميع كيف كتلاحظوا. وعلى برا الخوت راه باقي الحميمات، ما زالت الجمعيه تستقطب العديد من الموالع ومن الابطال الخوت كيف كتلاحظوا. معظم الناس كاينه برا. عثمان كيف قلنا باقي الحميمات الخوت، باقيين على برا حميمات ولله الحمد. ونتمناو الخير، نتمناو الخير، وان شاء الله ربي راه كيعطي غير الخير. هذا ما كان، ربي راه كيعطي الخير. السلام عليكم ورحمه الله. تنقدم لكم احد الابطال، خويا ايمن. خي ايمن، الارتسامات ديالك بالنسبه لهذا المطلق ديال السماره، بعض الاخوان تيقولوا راه المطلق ما دايس زعما ما ناجحش وهذا، اعطينا كلمه. السلام عليكم خويا جمال، بخير هاني، كلشي مزيان. ونطلبوا الله يسخر الجميع في هذا السباق ان شاء الله ديال السماره، وان شاء الله باذن الله علاش غيكون مطلق زوين ان شاء الله. نتمنوا نتفائلوا بالخير واللي مالا، والناس يتولعوا وتكون مطلقه ان شاء الله زوينه. وهاد التوليعه راه حنا مولعين، تنشكروا الاخ ايمن الصغير، اصغر مولع في الرباطيه، ونتمناو حتى هو الله يسخر ليه في هذا المطلق هذا. وتنشكروا البطل الصديق اياس والزبير محمد اسماعيل. وشكرا اخويا الجبل على خطي. يلا مرحبا، شكرا، الله يحفظك وينجيك، الله يبارك فيك، الله يحفظك. كيف كتلاحظوا الامور دايزه طيبه لحد الساعه الخوت، الناس خدامه، الله يرحم الوالدين، يعني راه كل شيء خدام، والامور الحمد لله راه الامور طيبه. حنا كيف قلنا راه دوزنا حميماتنا، كنتسناو غير نكملوا البقيه. الاخ الهواري كيف كتلاحظوا، ونتمناو الخير. كيف كتلاحظوا الحمد لله، كيف قلنا الحمد لله، الامور غادا طيبه، الناس راه خدامه.
الحمد لله الحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله نتمناو الخير هذا ما كان نتمناو الخير الخوت الله يرحم الوالدين نتائج الخوت النتائج مرحبا خويا بعبولة بوزنيقة بوزنيقة مرحبا اخ بعبولة بوزنيقة تيفرقوا النتائج اسقطنا ولا نجحنا زكريا اسقطنا ولا نجحنا اش كتفرق النتائج انا الخوت النتائج شوف شوف تماك شوف الفورات يلا انا نصبر حدا ما بيناش هاك هي هذيك ها 13 على على جبنا 13 الخوت نجحنا مبروك مبروك ها مبروك ويلي قوسوا علينا زكريا زكريا داك السي زعما كيبقى سكري انا الخوت نتمناو الخير يلا والله يسخر الله يسخر نتمناو الخير الخوت كيف قلنا انتم اخوتي وحبابي كيف كتلاحظوا يلا الله المستعان اخوان ديال السلاويه وما هذا يلا تحياتي لكم الله يرحم لكم الوالدين فات لهم شي بانيه اللي يمكن وتلفات لهم شي بانيه زكريا انت مقطع 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 خاي مصطفى شي كلمه بالنسبه لهذا المطيلق هذا واخويا جمال شنو نقول لك مطلق ان شاء الله حتى من برداوي هذا شوف اللي كيقول لك برداوي ها داوي هذه راه مسافه ديال 935 كيلومتر راه انا قلت برداوي انا قلتها ايوا حتى انت شلل فمك لا شوف ملي كنوصلوا للمسافه ديال 935 الفوق ما كاين لا برداوي لا والو هو السباق غيكونوا شويه ديال غيكونوا غيكون الريح كونتر شويه في البوان دلاشيك والريح شويه ملي غنوصلوا تقريبا لجهه اكادير يولي الريح كيدخل ومن بعد الريح راه دافع يعني تلقى ملعوبه ان شاء الله نتمنى اخويا حتى السير راه دات في اعلى مستوى الامور راه الحمد لله زازلوز عاد عجلول راه الشاكوش محلول الله يسخر الامور الله يحفظك الله يحفظك وين جيتي كيف كتلاحظوا الامور دازت طيبه ونتمنوا الخير غامرنا الخوت بحميمات يلا الله المستعان والله يرحم لكم الوالدين وتحيه الخوت والحباب خويا عمر والخوت كاع اللي كيحبونا خونا جهاد صابرينا الاخوان كاع اللي كيحبونا وتحيه لهاد الناس هادو اللي قايمين بالعمل ديالهم حتى هما يلا والى فيديو قادم بحول الله الخوت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودعوا معنا الخوت في هذا المطلق هذا باذن الله يجيب الله التيسير لنا ولغيرنا ان شاء الله. شكرا على المشاهده ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.